السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحويل الليزر سكان لبيم دي من ضمن الحاجات اللي الواحد اشتغل فيها وخد فيها خبرة كويسة. لو حد عايز مساعدة ما فيش مشكلة، في تولز كتيرة. بعض التولز دي بتيجي اصلا مع الليزر سكان اللي انت بتشتريه، يعني الجهاز نفسه اللي انت بتشتريه المفروض ان هو بيديك تولز تحوله لموديل بيم، سواء بقى بيديك ادنس تشتغل على الاركيكات، تشتغل على تكلا، تشتغل على الريفت، تشتغل مستقل، وهكذا. تبقى فيه تولز موجوده، فهنشوف شويه مواقع واسيب لكم برضو رابط او اسيب لكم الكلام ده اسفل الفيديو بحيث ان انتوا تشوفوه. دي شركه برضو من الشركات القويه اللي فيها تولز بتخليك تديها الليزر سكان البوينت كلاود، وهي تبدا تحاول تستوعبه وتحاول انها تعمله موديل بيم. شركه فارو دي من الشركات اللي اصلا بتبيع الجهاز، فهي اكيد بتعمل المنتج السوفت وير اهوت. هتلاقي فيه تولز كتيره زي ما اتفقنا، لان حاجات مثلا شغال مع الاوتوكاد، حاجات تشتغل مع وهكذا. خلينا نشوف سي اول. دي بعض الاماكن اللي اتعمل لها ليزر سكان، وبيكتبوا برضو اسامي البرامج، وفي بعضهم بيبيعوا، في بعضهم لا، لازم تكون تشاري المكنه. يعني لما تشاري الجهاز ويديك هو السوفت وير مجاني، بيكون متناسب مع الداتا اللي بتطلع من الجهاز بتاعهم. بوينت كاب برضو من ضمن الشركات اللي عامله تولز كتيره تقدر تحول بوينت كلاود لموديل بيم. تعال نخش ابلكيشن، هتلاقي في حاجات خاصة بالكاد وحاجات خاصة بالبيم سوفت وير. عاملين هم كذا بلاجن تقدر ان انت تستخدم. في كلير ايدج برضو من ضمن الشركات اللي عاملة السوفت وير كويس وشغال حتى في السعودية اهوت مع رامكو، وشغال مع شركات تانية كتيرة. ده برضو من ضمن الشركات، ده من ضمن برضو الأدوات القوية. دي روتس، دي روتس عاملة أداة قوية مجانية بنستخدمها بشكل حلو، بتقدر انها تفهم الليزر سكان وتقدر انها تعمل بشكل حلو. احنا بنبرمج احنا بقى شوية حاجات بالداينا وبغير الداينا، بنقدر ان احنا اول ما ندخل بوينت كلاود نقلل الوقت والاخطاء اللي ممكن نقع فيهم نتيجة خطأ البشري. فاحنا مسطبين تولز كتيرة، وتعودنا بقى من خلال الخبرة ان احنا نقدر نوصل للبوينت كلاود بشكل قوي، بحيث ان انت تقدر تستخدمه في الفاسيلتي مانجمنت واداره المبنى، او ان انت تصلح الاخطاء اللي حصلت، اختلافات بين الموديل واللي اتنفذ، وتقدر تقارن بحيث ان انت توصل ان انت تعدل الموديل بتاعك على اخر حاجه كان في ريد لاين زي ما كنا بنعمل زمان من خلال البوينت كلاود. هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو، او اسيب لكم اسامي الشركات، وان شاء الله لو في حاجه نقدر نتعاون فيها ان شاء الله.